هنا في قلب عاصمة فلسطين أمام سور القدس، ما يزال الثمانيني مصباح شبانة متمسكا ببسطته وبيعه للصحف والكتب منذ 76 عاما. عيد 29 شهر 4/2020، أنا من عمري 11 سنة، بس زمان إنجليز كمان، بعد براحة الإنجليز أجت الأردن، راحت أجت إسرائيل. هون أنا من 49 بتذكر حالي، بقى عمري 20 سنة والله، بيت أبيع البصمة، بيت الصف البسكليت هون، أوزع وادي الجوز على الصف هون. قليل صار بين الجرايد، مثلا من حد ما طلعت فيسبوك هذا ضيع ببيع الجرايد فيسبوك. يجونا من مصر هي كلهم هون ملاني جرايد مجلات مصرية، بطلوا يجونا من مصر. وعزمان انجليز بقى يجونا من مصر عمملة مكتب فرج الله. ولأن الشيخوخة تغط على الجسد، قلص عدد ساعات عمله من 14 ساعة إلى 10 ساعات دون أن يفكر بترك بسطته، رغم محاولات سلطات الاحتلال بإزالتها. والله هي صرت أتأخر، هي أول أنزل على 5 على 6، عشان أمري وعيال دائما، بنزل على 9 بروح على 7. اليهود على كنت تلبسني بطلع سنتين، يقولوا لي ما يمتش كل يوم مخالف، اقول لهم خذوا كل يوم مخالف، انا وياكم المحكمه عدينهم اثباتات ان انا من عزمان الاردن، اقتنعت انا قعدت ببطل يوقفوني، بس يطلعوا قانون اذا واحد له بسطه بموت وإله مرض، بس بيعطوا مرته تصريح بين السنة وبين 3 أشهر، بعدين بياخذوها. أنا من أموت ياخذ البسطة. وجوده تذكار وهوية يعرفه من يمر هناك منذ كان طفلا حتى أصبح كهلا. خطر واحدة هي وبنتها واقفة هيك، طلعت تضحك، ولا تعني ليش بتضحك؟ قالت تضحك، والله طول عمرك، لأني بقيت وأنا طالب عمره أشهر من الجروي. بعدين بتذكر واحدة إلى بنتها ذيك اليوم مارقة وياها، بتقول رد السلام على عمك مصباح اسمها عايشة، وبنتها معاها أولاد، وهي بتمر اختيارها من هون. بسطته هي طفولته وذكرياته وحكاية تاريخ عاصرت فلسطين منذ الانتداب البريطاني، فشبانة المعلم الراسخ في المكان والذاكرة. من القدس، نهيل أبو غيث لألترا فلسطين.